الله أكبر. سلطان خلاص، سلطان بقى آكل، سلطان بقى يعرف يدوس على الزناد. زناد صدري. موهبة من عند ربنا، الموهبة من عند ربنا. بيجوا فؤاد هنعمل ايه؟ وربنا ده انت لو غطيت بسور السن العظيم هيجي منطقة الإنفاق ويقولوا، انما انت اطرف بق زميلك. نعمل ايه والله؟ لبسناك قميص الليالي، اعمل ايه طيب؟ بيموز الفيلم. انا عمال اعمل لك كده هناك. انا مش عارف بيموز الفيلم والله. ركز بقى. والمتعب ساعدون. جدي ما تقولش يا جدي. ما تقولش بقى خلاص. اكشن. اكشن اكشن اكشن. سلطان خلاص. سلطان بقى قاتل. بقى يعرف يدوس على الزناد كويس. سلطان بقى مجرم. اي اي اي. طب اعمل ايه طيب؟ هي الرصاصه جت فيك؟ لا يا تفافه. والله العظيم بيبوظوا الفيلم والموت. يعني نعمل ايه العيال؟ ما تقولش. بيبوظوا الفيلم والله. ما تقولش يا حبيبي. ما تقولش خلاص. اتفضل. اكشن. اكشن ايه؟ لا خلاص. اكشن. اكشن. استنى انا اقول ايه؟ انا مش حافظ. ايوه. لا اقول اكشن. قول اكشن. استنى بس. ايه؟ استنى بس. هجعة. اوه. ايه اكشن. بص. انت قلت كتير عمية. ممكن تقول لنا حاجة صغننة. لغة عربية. عشان نفهم الدنيا. ماشي. ماشي. انا هقول لغة عربية يلا. بقى. يلا بقى. انا هقول لغة عربية. اكشن. استنى بقى. استنى. اتفضل. لازم تركز. ايوة ماشي. اكشن 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 اكشن. من قتل نساءكم؟ خذا. من قتل اطفالكم؟ خذا. من قتل امهاتكم؟ خذا. خذاعة الشرق الاوسط من القاهرة. الحمد لله. بقى لنا تلت ساعة عشان تقول الإفيه ده. الله يعلم. والله انت جامد. والله حلو. انا الحمد عارف لله. لو تركز ده هتبقى يلا يلا بقى. انا محضر لكم مشهد من الكفار. بعد ده مشهد من الكفار. اخر مشهد. طب يلا هنعمل. خد يلا. انت هتعمل. انا محضر كل حاجه. انت هتعمل الشيخ ابو عمار. انت هتعمل الشيخ ابو مازن. وانت هتعمل سمسمه. ما انت اللي بتجيله. ابو عمار والراجل التاني بتوع شاورما، وهو ساكن في الدقي قدام سمسمه. ما انت تلف وتجيله يندعك. خبره بتبوظ الفيلم. يعني دي منطقه تتفوت. انا عارف. سيبه بقى. انت هتعمل الشيخ ايه؟ الشيخ الصبراوي. جاحد برضه. جاحد. قال لك يبقى في تنويع. اتنين شاورما واحد فول وطعميه. عيال جاحده كلها. انت هتعمل. انت كومبارس ما تقولش. انت حشره. انت ايه؟ حشره. حشره. خد البس دي. انت ما تقولش حاجه انت. طب ما تقول ان هو بلتكانه صنم كده يعني. انت صنم ما تقولش. طيب انت بلتكانه. انت صنم ما تقولش. لو سمحت. إيه؟ مش ده مشهد كفار؟ كلنا شيوخ. مفيش ولا كافر في المشهد. ما انت مش فاهم. بعد المشهد كلنا هنبقى كفار. هو هيكفرنا. اشتري مني. اشتري مني انا. ارجع مكانك. احنا جاهزين. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية. لا لا البس الدقنص. البسها كيد. اما لبستها اهو. لا انت لابسها فوق. ما ينفعش. لا ما انا عاملها قصة. لا بمزاج انا بقى. ما ينفعش البسها كده زي بتاع كفرنا. ما
لا خلاص. من قبل ما نشتغل المشهد هتكفرنا؟ خلص خلص. انا هقول انا عندي التهاب في بقي، لازم البس الدقن فوق هنا. طب ماشي. وما بعملش حاجه تاريخي. خلاص. معروف. ماشي ماشي ماشي. خلاص؟ خلاص. ماشي. قول اكشن. اكشن. اكشن اكشن اكشن. اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو عمار؟ انت مش مصدقني؟ ليه؟ اهو ما اتكلمش. المسرح انهار. دي صرفية. صرفية من عند ربنا. لازم يقول هو لازم يقول. لازم يقول؟ لازم يقول. طب قابل وقعد بقى. يلا يلا. اكشن. استنى بقى. اكشن 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 اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو عمار؟ جميل. هنقعد لبعد بكره. جميل. جميل ايه ده؟ ده كافر. دي يا جد كافر. انا اسف. جميل إيه؟ اسف. بقول لك انا اسف. هناخد ده تاني. ماشي. اكشن اكشن اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو عمار؟ جميل. شوف 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 الحاجة نفس الكلمة. سكسي برضه. ده جامد. دي جامد. أداء. جامد. شفت وشه عامل ازاي؟ ايوه جامد. داس على زر الكفار بقى. شفت؟ ايوه. موهبة. يلا. والله انت بتبوظ الفيلم والمصحف. احنا اسفين. انا اداء كافر. اداء ايه؟ عملت اداء كافر والله العظيم. معلش. اكشن اكشن. ما رايك في الدين الجديد شيخ ابو مازن؟ شيخ ابو مازن. ما رايك في الدين الجديد؟ انت تقول. انا انت تقول دلوقتي. ما انا ما بتكلمش. انا واقف صنم. انا في الفيلم الاصلي صنم. انت ساكت. ما بتكلمش. ولا مش انا لسه قايل لك ما بعملش حاجه تاريخي؟ ما بعرفش اتكلم لغه عربيه. ولا انت بتبوظوا الفيلم ده والمتحف. انت بتبوظوا الفيلم. انا مش لاعب معاك. بص يا ابني اخر فرصه. هيا بص. خلاص. عندك حاجه؟ عندي شمس الزناتي. اخر حاجه. والله اخر حاجه شمس الزناتي. انت هتعمل ايه في شمس الزناتي؟ انا هعمل الاستاذ عادل امام. انا ماليش دعوه. ماشي. انا ماليش دعوه. انا بقول له على الهوا. انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه. هو انت ده لحظي منه. ماليش دعوه. خلاص. يا خساره المشهد ده. كان نفسي الناس تشوف. مش هنشوف. باظ المشهد. الفيلم باظ. على الله بقى. اكشن اكشن. لا وزع الادوار. وزع. اكشن اكشن. انت هتعمل عادل امام شمس الزناتي. وانت هتعمل ايه؟ اي حد غير عادل امام. يعني عايز تعمل ايه؟ هعمل دور الحصان اللي في الفيلم. بس الحصان ده ما بيتكلم. بس بياكل. انا مش قلت لك عشان ما صدقتنيش. اعمل ايه؟ قلت لك ناشفه زي المستشفى. شوف الواد هيعمل دول حصان عشان ياكل. ايه ده؟ وهياكل اكسسوار مرشوش عليه بيروسول. مفيش مفيش اكل. مفيش اكل. فلتاتوني بالاكل للحصان. ايه؟ هاتوا الاكل للحصان. الاكل ايه؟ ياكل. الحصان عايز ياكل عشان شمس الزناتي هيمشي. ايه؟ اخي جات لك الجرأة وتطلب اكل هنا؟ الف مبروك. انا نجحت. الف مبروك. انت اتقبلت في معهد التمثيل قسم حداده وبراده. حد لله. ده انا ممثل جامد. انا ممثل جامد والله. انت يا واد. ايه يا ست؟ تعالى ورايا. عايزاك. طيب ماشي. انا ممثل واكسبك في التمثيل. والله اكسبك في التمثيل. يا
روما. مش عارف سعيد ما اتصلش بيا ليه. انا غامر بقى واتصل بيه يلا. ها الو سعد. لا احنا مش هننزل النهارده على القهوه، احنا اطلع انت بس واحنا هنقعد هنا. او ربنا بجد اطلع بس هظبط لك القعده. يلا سلام. عايزكم توضبوا القعده اكنها قهوه بلدي بالظبط. يلا بسرعه. حاضر سعيد طالب. ايوه جاي. ايوه ايوه السلام عليكم. ازيك يا ازيك يا معلم سعيد؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا معلم سعيد. مالك انت اللي مالك؟ انا كويس. لا مؤاخذه يا معلم، اصل هو اما بيشوف حاجه غريبه بيعمل كده. معلم حبيبي حبيبي. عامل ايه؟ عامل ايه يا كرم؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه يا سعد؟ الحمد لله تمام. إيه؟ الحمد لله. فوز ابنك الكبير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انا زعلان منك يا بابا. ايه انت مش قلت انك هتجيب واحد صاحبك؟ جبت الشله كلها ليه؟ هيب تعالى يا سعد. يا عم كرم تعالى. والله العظيم يا كرم وحشني، والله العظيم وحشني. وانت يا سعد والله حبيبي حبيبي. خفيف خفيف على الكرسي. انا عارف والله، بس انا مش متعود على كده يا كرم. اللي هو ايه يا حبيبي؟ اللي انت تكون عازمني في بيتك. سمعت الهاي؟ يعني انت صاحبي بقالك 10 سنين، الهاي دي من ساعتين وفهموني. انا بعزم حد؟ لا. يبقى احنا هنقعد هنا نلعب طاولتنا على مشاربنا، وانت هتدفع زي كل ليله وتروح. والله زي الفل. ماشي حبيبي والله. هتطلب لنا ايه بقى؟ انت هتقلدني من اولها؟ ايوه جاي. اموره بهوات. بص بقى، احنا عايزين طاوله. مين؟ وبعدين تجيب لنا، انا عايز موز باللبن. وبعدين شوف عمك سعد يشرب ايه. يشرب ايه يا عم سعيد؟ اجيب لك اندومي. ايه اللي هي ايه الاندومي ده كرم؟ دي حشره. لا مش عايز اكل. لا انا عايز اشرب. عايز تشرب ايه؟ اشرب موز باللبن تاني. ما انت كنت امبارح بتقول عناب سكر زياده. لا النهارده موز حلو. حلو التجديد برضو. وعايز حجر تفاح برضو. انت طالع مطلع. ماشي يلا الحمد لله. يلا وشوكولاتايه للبنت عشان تعب باباها. ماشي يلا. بس ما قلتيش الحساب عامل ايه هنا يا كرم؟ العيال قلقانة منك. انا ما عملتش حاجة. ما اول ما دخلت بدأ التزييق. ده في طفل بيعيط من اول امبارح. ده الولد ده اكيد حد بيعذبه. معلش معلش. بس والله هتتبسط. بص المفاجأة. بص بص. خد الشاليمو بتاعك. حبيبي. ما جبتلكش حجر عشان ما تتنفخش. بص بقى. موضوع الاسعار ده احنا زينا زي القهوه اللي تحت بالظبط. تمام. بس بفرق رفيع. 10% ضريبه مبيعات، 10% ضريبه ملاهي، 10% ضريبه ترفيه، 10% ضريبه خصوصيه. خصوصيه؟ مش القهوه دي خصوصيه بتاعتنا انا وانت؟ يبقى خصوصيه ولا مش خصوصيه؟ لا خصوصيه. هتتبسط. انا بقى مستني. والطاوله جايه وهنلعب بقى. ماشي. يا سلام سلم بقى الطاوله دي. كرم. ياه. كرم. يا بابا ايه الدوشه دي يا ابني؟ مش عارف انام. لا مفيش حاجه، ده سعيد صاحبي جه يقعد معايا شويه بدل ما نقعد على القهوه. ايه ده؟ ده كلام؟ البيت له حرمه يا اخي.
ما هو بدل ما يدفع كتير على القهوة قلت نقعد هنا. ما يدفع ولا يتحرق، احنا مالنا؟ لا ما انا هقول لك، هو هيشرب هنا وهيدفع لنا احنا المشاريب. مصلحة يعني؟ وانا ايه مصلحتي في الموضوع؟ ايه اللي هستفاده يعني؟ هتفضل تقربع مشاريب بدل ما تموت من الجوع. مش كفاية حرمة البيت؟ 5%. مش كفاية يا ابني حرمة البيت؟ 10%. حرمة البيت. احنا فتحنا بالدهارة، دي قهوة عادي، قهوة. المشاريب و15%. ما تطمعش يا عم توفيق، دقن اخري كده. خلاص 20% عندي. شفت حبيبي ده؟ تعالى تعالى، ده سعد ابويا. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل يا حاج. بحبك قوي. هو انا بحبه قوي والله. اهلا اهلا. عامل ايه يا حاج غالي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. والله وحشنا. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. هيطلب بقى. ايوه جاي. ايوه ايوه جاي اهو. هات لنا يا ابني 3 فروض صلاة. ايه فروض يا بلد ده يا بابا؟ هي مبدئياً حشرة، بس هنعمل ايه بقى؟ شفت القفة اللي جابها الواد سعدون؟ دي هتمسكها في المطبخ وتخرط اللي جواها وتحطه على بعضه، هو ده البلاط. تمام، يلا بسرعة. وبالمرة 3 كوكتيل، السهرة تحلى. لا ما انت كده هيجيلك اسهال وهيتبهدلنا. خفيف خفيف. هو اللي جاب القديم عشان نجيب الجديد. يا سعيد انت هتبوق، ما هو كله بينزل سطر واحد في الاخر يا سعيد. ماشي ماشي، لما نشوف عم كرم. يلا روح. 3 كوكتيل و3 فروت يا بلد. يلا بقى يلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج غالي. اهلا والله، منورنا. نورك حبيبي. حبيبي كرم، بحبك ابويا والله. انا بموت فيه والله. نلعب طاوله؟ لا مش عايز العب طاوله. دومنا؟ لا ولا دومنا. نطير طيارات؟ يا ريت. في طيارات؟ في بس جوه. ماشي. لا ما ينفعش الكلام ده يا كرم، احنا جايين نتكلم. استنى استنى. ايه في ايه؟ انت هتضيعنا عشان اقول لك بيحبك، وربنا لو ما بيحبكش ما كانش لحم. تمام، احنا كده جايين نتهزق في بيتك يا كرم. عيب بقى. والله ما ينفع كده. والله بيحبك. ده احنا ما صدقنا خدنا على بعض لسه. سارة تقدر بحبك قوي والله. هو بابا كده متعود يلعب في الضيوف؟ عشان خاطرك. عشان خاطرك كرم بقى. خلاص حاضر يا عم كرم، حاضر. سامحني سامحني يا ابني. معلش راجل كبير. معلش. بيمشي وهو نايم. عشان خاطرك بس يا عم كرم والله. اعمله زي ابوه. حاضر. هو الحاج كان عجلاتي؟ بيحبك ولا ما بيحبكش؟ والله العظيم انا مش عارف اقول له ايه والله. كتر خير ولا اي حاجه. اقول له شكرا. بقول لك ايه يا حاج غالي، ما تجيب ميه وصابون وتشوف بيت الاخرام وتحلمه.